حسن من الرباط متزوج 3200 درهم تقاسم التجربة. سي حسن السلام عليكم. ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ كيدايرين؟ لاباس عليكم الحمد لله. الله يبارك فيك. انا بعدا فرحان بعدا ما نكذبش عليك، يعني انا طول شهور دابا كنت نحاول نتصل بكم الله وما كتبش، ولكن اليوم انا غادي في الطريق وكاين لومبوطيات بزاف في الرباط، وقلت علاش لا عيطت كنسمع البرنامج، عيطت في بلاصه الحمد لله ديال الخبز اللي فرحان واحد الدرجه ما تصورش. احنا سعداء جدا على المباشر معكم. الله يفرحك وشكرا الله عليكم على هذا البرنامج، وبغيت نقول لكم بان هذا البرنامج عتق لي حياتي بهذا المعنى هذا. نعم عجيب. كيف السي حسن؟ أنا نقول لك دكتور بعد الله يجزيك بخير، يعني أنا كنت في البرنامج ديالكم مدة طويلة وما نحاول نتصل بكم، ولكن ما عمر صافي حد، وكندير بالمعلومات اللي كتقول. واحد الخطرة كان واحد السيد كان اتصل وعنده مشكل في الفلوس والمسائل ديالو ديال الأجرة وكيفاش يسير المسائل ديالو، وأنت دكتور ديما كتنصح الأشخاص اللي كيساليو العمل ديالهم مع الربعة ومستوى خمسة علاش ما يديرش عمل آخر. تمام، كنت راح لك نقول اش كتقول واش كدير من بعد. أنا عندي مشكل، يعني قريب 2000 درهم وعندي بنتي كتقرب 1200 درهم، يعني الصالير تاعك هو هذا ما بين الكراب تاع ديال بنيتها. عندي المدام خدامه حتى هي معاونة على الوقت، ولكن داك الشيء ما تيكملش لنا الشهر، يعني ديما مزير. ولكن منين سمعتك نصحتي داك السيد نصحتيه، يعني قلت علاش انا ما نديرش شي حاجه اللي على شنو ناقصين. كان سالي مثلا مع 4 ونص ولا 5، يعني من 5 الانسان كيضيع الوقت، من 5 حتى ل 11 ولا 11 وقعد 11 الليل، يعني الانسان كيضيعو غير في الدار جالس ولا كيمشي للقهوة. والحمد لله لقيت ما ندير، ودابا اللهم لك الحمد، يعني الصالير ديالي تقريبا وصل لواحد 3500 درهم. تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله عليك. يعني النشاط هذا كتزاولو خارج العمل ديالك، ومن شحال هذه باش بديتيه والتزمتي به واستمريتي فيه؟ بديته بمدة عام دابا تقريبا. عام؟ يعني عام متواصل منضبط؟ اي علاش؟ حيت الحمد لله نهار بديتو عطاني الاكل ديالو وبديتو بواحد الحب، يعني صافي خصني نخرج من داك المشكل عندي، خصني نخرج منه. لا بصح نيت انا عندي 3200 درهم كنخلص الكرا كنخلص المدرسه كنهز يدي هزم صافي نلبس ديالك في الاكل ديالك في المزايا الاخرى. ولكن انا كنصح كاع الاخوان من هذا المنبر، كاع الاخوان اللي كيسمعوني، يعني راه كاين ما يدار دكتور، كاين ما يدار هذه دابا كلمات ديال شاب اللي الدخل ديالو 3200 درهم بحال واحد الشريحه كبيره واسعه ديال الشباب والشابات. وبالتالي اول ملاحظه السي حسن اللي تارت انتباهي وانت كتكلم بواحد الثقه، وكتكلم بواحد شنو نقول لك تلقائيه اللي كتعبر على في الداخل ديالك كاين داك شنو نقول لك كاين داك كتحترم راسك بزاف، كتقدر راسك بزاف، عطي قيمه لداكشي اللي كتكون وداكشي اللي كتعرف دير. بفضل الله بفضل الله وفضلكم دكتور، يعني كما كنتش كنسمع النصيحه ديالك، والنصيحه هي للسيد اللي كان اتصل بك، يعني هو هضر معك وفرحان بانه دار واحد الانجاز. عجيب جدا. قلت علاش داك السيد دار انجاز وانا شنو ناقصني؟ انا ممكن الحمد لله بيدي وبرجلي وبعقلي، يعني خص الانسان غير يقلب وراه كاين ما يدار، كاين ما يدار وبزاف. انا من دخلت لهاد الامور هذه لقيت الناس بزاف، انا تعطلت، لقيت الناس بزاف خدامين ودايرين اعمال اخرى وعاتقين بها راسهم ووليداتهم جميل، وما بقاش عندهم الهم نهائيا. بينو بيك ما بقاش كاع تنسوق كاع الصالير ديالي نهائيا، ولا تنسوق الكرا والمدرسه، يعني اللهم لك الحمد. وهذا السي حسن هذه انا بالنسبه لي المرحله الاولى في الحقيقة، هذه شهادة كنعتزوا بها في البرنامج أستاذ محمد الساسي. كنتكلم الله العظيم كنحس بالجسم تاعي تبريشة خدتني من الأعماق ديالي، فخور بالسي حسن وفرحان به. وأنا كذلك والله كنهضر معاك وتبريشة فيا أقسم بالله. ما شاء الله ما شاء الله. حيت راه كاين حل، راه تنعاود نقولها الإخوة اللي كيسمعونا الله يجزيكم بخير، راه كاين حل. ما نخليش إنسان يخنق راسه أو يزير راسه بالكريديات أو يدخل في شي أمور، راه كاين ما يدار. قلب غادي تلقى. ما قلبتيش راه ما غاديش دير شي حاجه. ما شاء الله. علاش تذكر في صلاتك وتذكر معك وليداتك كيما يدار؟ الحمد لله مثلا من 5 حتى ل 9 او 10 او حتى 11 الليل راه فيها الخير والبركه. عرفتي راه الاقل حاجه هذيك 5 ساعات.
5 ساعات راه كاين الناس اللي كيخدموا ساعه ساعتين كيجي بها الرزق. الله يعطيك الصحه السي حسن وتبارك الله عليك وما كرهناش الشباب كاملين انهم يكونوا في حال السي حسن، ناس اللي عمليين واسمع بالنصيحه والطاقه الايجابيه باغا تخرج من عنده وكون صابط تغطي الرباط كله تجاوز الرباط وتشبر له طروط وتجي للدار البيضاء وتخلي تقنت طريق السلامه السي حسن. الله يوصلك على خير وتحياتنا للزوجة والأبناء ونعولوا عليك أنك تكون سفير ديالنا في مدينة الرباط، والحمد لله في كل مدينة كاين مجموعة السفراء. جميل جدا. ما كاينش غير سفر واحد، سفير واحد عفوا.